كان أكو هنالك مجموعة من الشباب، كل ليلة كانوا يجتمعون في بيت واحد منهم. واحد من هؤلاء الشباب أبوه كان حسينيا بمعنى الكلمة، فقال أنا ما أرضى تجون في بيتي تقعدون إلا أن تجيبون خطيب حتى يقرأ لكم، وإلا أنا ما أرضى. كل ليلة كان في بيت هذا الشاب يجيبون خطيب، وكان المجلس يتحول إلى مجلس تعزية. مات هذا الرجل الأب يعني. واحد من هؤلاء رآه في عالم الرؤيا، قال له حدثني من موتك إلى الآن شنو جرى؟ قال ما أتمكن أن أشرح له، اشرحوا لأعمى الألوان، قولوا له اللون الأبيض والأحمر ما يفتهم، إحنا العالم الآخر ما نفهمه. قال أنا ما أتمكن أشرح لك ماذا جرى علي في هذا العالم من موتي إلى الآن. قال الشاب لذلك الرجل، قال فقل لي شيئا عن ذاك العالم. قال أنا أقول لك شيء واحد، إحنا في الدنيا ما كنا نعرف مقام سيد الشهداء، وإنتوا الآن لا تعرفون مقام سيد الشهداء إلا إذا أجيتوا إلى هذا العالم وشفتوا مقامه وعظمته. نحن ينبغي علينا أن نفكر ماذا نصنع لسيد الشهداء.